المشروعات اللي بتقدمها القوات المسلحة الحقيقة كبيرة جدا، خصوصا في الخدمات الصحية وما يتعلق بتطوير المنظومة الصحية بالكامل خارجيا وداخليا. حضرتك كيف رأيت هذا التطوير مبدئيا؟ هو يعني عشان برضو يبقى الموضوع شامل اكتر، احنا لما نتكلم عن الخدمه الصحيه، اي جهه بتدينا الخدمه الصحيه فهي في لصالح المريض بالتاكيد ايا كان. القوات المسلحه في الحقيقه المشاريع العملاقه زي المشروع اللي شفناه النهارده ده مشروع عملاق وتطوير عملاق جدا، هيبقى اضافه عاليه جدا للمرضى في مصر، تمام. سواء عسكريين او مدنيين. القوات المسلحة بتشتغل معانا في اتجاهين، الاتجاه الأولاني اللي هو المستشفيات بتاعتها، مستشفيات القوات المسلحة واللي بتفتح فيها الباب للمدنيين بالإضافة للعسكريين، فدي بتبقى إضافة لينا وزيادة استيعابية وطاقة استيعابية خصوصا للتخصصات العالية زي جراحات القلب زي العنايات زي ده بيبقى مهم جدا، وبيبقى فيه مستوى عالي من الخدمة الطبية بتؤدى، وكلنا عارفين المستشفيات بتاعت القوات المسلحة صحيح. وعارفين شغلها. تمام. التعاون التاني ان احنا هي بتساعدنا او هي بتساهم معانا تماما في ان احنا عندنا تطوير المستشفيات بتاعتنا على مستوى الصحة، يعني هم سواء مشروعات خدمة وطنية، الإدارة الهندسية، إدارة التمويل والإمداد والتمويل، كل ده بيساعد معانا وبيساهم معانا في ان احنا بيطور مستشفياتنا على مستوى مصر في الحقيقه. يعني لو اقول لحضراتكم ارقام، احنا حاليا حوالي في 84 مستشفى تقريبا هم فعلا متولين التطوير او الانشاء بتاعها. عندي 26 مستشفى ان شاء الله يمكن في يناير هنكون خلصناهم، سواء تطوير او انشاء جديد، كله ده القوات المسلحه اللي بتشتغلوا تمام. معنا.